لكم ان انا قاعد من فتره كده عند هاني محروس صديقي في استوديو ام ساوند 1، فقال لي هسمعك اغنيه جامده جدا و... فدايما هو هاني بيفاجئني كده باغاني فوق العاده، مفيش اغنيه بسمعها عنده الا لما بتكون فعلا، وخاصه لما يكون بيشهد لها تبقى اغنيه حلوه قوي يعني فعلا. فلقيتها اغنيه يعني عايز اقول لكم يعني جت على الوجع فعلا والحمد لله يعني. بس انا عايز اقول لكم يعني قلت له مين صاحب الصوت ده، انا صوت اول مره اسمعه فمعرفوش. فقال لي بص طب استنى هو جاي دلوقتي. فقلت له طب ايه رايك احنا هنجهز الكاميرات وكده ونخطفه ونسجل معاه. ايه ده اهو سلام عليكم. اسف دخلت في وقت غلط. ده احنا قاعدين مستنيينك اصلا. طيب لا لا مصطفى مش كده؟ مصطفى مش كده؟ مصطفى حجاج. طب يا جماعه هو ده بقى مصطفى اللي بيغني الوجع اللي جت على الوجع فعلا يعني. ربنا يخليك. خش. طب اتفضل. انت ايه مكسوف ولا ايه؟ لا انا اسف ان انا دخلت كده من غير ما استاذن. بس لا لا لا, لا. ده بيتك. انت ربنا يخليك. اعزام شادين ده بقى مصطفى اللي هو انا شخصيا متوقع له ان هو هيبقى بعبع الاغاني الشعبيه اللي هي الستايل الشيك. وعايز اقول انذار لكل المطربين الشعبيين، احذروا، جاي لكم حد متاخر كده من الاخر ممكن ينيمكم، بس مش كلهم طبعا، هينيم الناس اللي هي خلي بالكم. ها مصطفى عايزين نتعرف عليك. عايزين ننوم ولا نصح؟ احنا والتوفيق بتاع ربنا قبل اي شيء. فمصطفى حجاج طبعا غنوة الوجع برومو مسلسل دكتور أمراض نسا. طبعا أنا بشكر طبعا المسلسل والقائمين على المسلسل والغنوة، الحمد لله يا محققة بجد يعني النجاح بتاع ربنا والتوفيق بتاع ربنا يا محققة نجاح الحمد لله. فإن شاء الله نقدمها بشكل كويس يومين دول ان شاء الله رب تعجبكم. بقول لكم يا جماعه مصطفى ما شاء الله عنده 25 سنه يعني لسه صغير، بس هو اعتقد كده محتاج ان هو يسلم نفسه. هو محظوظ طبعا، انت محظوظ ان هو وقع في عيله يعني احد عائله محروس الفنيه اللي هي ليها تاريخ واللي هي يعني عايز اقول لك صنعت نجوم وصنعت اسماء كبيره جدا في عالم الغنى. طبعا انت ما شاء الله عليك يعني. انا طول عمري طبعا والدتي بتدعي لي ويعني الحمد لله انا ربنا كرمني وجيت في مكان صح يعني صح 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 كذا صح. بس عايز اقول لك ان الفرصه ما تجيش الا مره واحده طبعا، واللي ما يعرفش يستغلها يبقى ياخد بعضه ويروح. دي بقى ربنا، الفرص دي طبعا بتيجي طبعا مره واحده، وفي ناس بتستغلها كويس وفي ناس ما بتعرفش تستغلها كويس. فانا مع ناس هيخلوني انا استغل الفرصه كويس. توجيهات طبعا، ومفيش حد بيعمل كل حاجه لوحده. مين اللي كاتب الوجع ده؟ كان موجوع قوي كده. اللي كاتب الوجع ناصر جلال، والحاني انا مصطفى حجاج، وتوزيع اشرف البرنس. طبعا الميكس والهندسه بقى دي اهم حاجه. لا بص، هو من ناحيه المزيكا انا شايفها مخدومه جدا، مصروف عليها جامد جدا. الانتاج من داخل الانتاج سخي. الانتاج سخي جدا. ايشي كمانجات بالهبل، وايشي بقى يعني زي ما انت عايز كده، كل حاجه موجوده فيها يعني. هي لازم اهم حاجه عندنا. عملت اغاني بالمزيكا؟ احنا بنعمل بنعمل البوم بالشكل ده ان شاء الله، في حاجات جميله كتير وحاجات متنوعه ويا رب تعجب الناس. مع هاني محروس؟ طبعا. طيب قول لي بقى، انت عملت حاجه قبل كده مع هاني محروس ونزلت وكده؟ عملنا انا بتقطع من جوايا غنوة، حققت نجاح كويس الحمد لله. حزيني برضو؟ حزين، بس برضو الحزين اللي هو الناس بتحبه برضو، وفي نفس الوقت بيمرقص حاجة كويسة، كلمة نظيفة. ما انت بتقطع من جوايا والوجع، ايه الحكاية؟ الحكاية بقى اللي جاية ان شاء الله، في بقى في الالبوم حاجات بقى برضو بقى فتبسط الناس، حاجات برضو مرقصة كده كويسة، وعامل الشكل ده وعامل الشكل ده وعامل كذا نوع يعني ان شاء الله وخير ان شاء الله. هتعيطنا بقى المره الجايه ولا ايه؟ لا هنعيط ونضحك ونرقص ونتبسط وكل حاجه كويسه ان شاء الله، كل حاجه جميله. طب ما سمعنا نقطع من جوايا ولا ايه؟ الدنيا عايزه تذلني وتدوس عليا، حلفت يا ناس لا تهدني وتقلي بيا. الدنيا عايزه تذلني وتدوس عليا، حلفت يا ناس لا تهدني وتقلي بيا. حد يروح يقول لها تخف عنا زول لها، ولا انا يعني عندها لقمه وطريه. انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح، وانت يا دنيا مش فاكراني غير بالنار والجرح. كل ما اجي افرح حبه دايما بتعذبيني كده يعني. والوجع والوجع، من الوجع
طبعا الوجع كتير، الوجع اتقلت كتير، ف خاصه الايام اوفر يعني كده مش كده ولا ايه؟ حاسين بالوجع جدا الوجع، ف لا مش حاسين بالوجع والله، احنا ربنا خطفت رب... انت لا لا احنا ان شاء الله داخلين على مرحله كويسه ننسى فيها الوجع وننسى الوجع، والبلد ان شاء الله تبقى كويسه وكل حاجه تبقى جميله ان شاء الله. مش عايز اعرف طموحك ايه بقى في العالم المزيكا؟ طموحي في عالم المزيكا يعني حاجات كتير قوي، يبقى في كليبات وتمثيل وتترات وكلام، كل حاجه ربنا يا رب يجيب الخير فيه كل حاجه ان شاء الله، بس يا رب احنا بس نبقى خفاف على الناس والناس تحبنا، دي اهم حاجه، والقبول طبعا بتاع ربنا في كل حاجه، احنا بنقدم كل حاجه وبنشغلين اهو وبنجهز من خلال بيت الازياء بتاع محروس للوطن العربي، فبنقدم حاجات كويسه ان شاء الله، وفي البوم بنعمله وخير ان شاء الله. انا بشكرك ودايما بالتوفيق وان شاء الله معاك في كل جديد. يا رب يا رب يخليكم كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يكون اللقاء عجبكم والغنوة بتاعت الوجع تكون عجبتكم، وان شاء الله جديد في جديد ان شاء الله. اظن اتبسطتوا وتوجعتوا وتقطع كل حاجة من جواكوا مع مصطفى حجاج، وان شاء الله دايما نتقطع معاه ونتوجع ونسمع ونستمتع برضو مع مصطفى ومع عين تي في. يلا سلام عليكم. We'll be right back.